السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي الأعزاء. بغيت اليوم هاد النهار نوريكم واحد صندوقة قديمة ديال التراث، يعني قديمة بزاف، نقدر نقول لك عندها 60 عام أو أكثر. كانت ديال الوالد ديالي الله يرحمه مسكين، كان كيعمل فيها المسائل ديالو، الوراق ديالو، الكواغط ديالو. ما بغيتش اللوحة وقلت قررت باش نعود فيها الخدمه. شوفوا غير هاد الساروت هذا، راه مابقاش حتى الهدير ديالو، ها هو غطا ديال الساروت. وعزت عليا نرميها، واحد الحاجه عزيزه عليا، كانت دل الوالد من الريحه ديالو الله يرحمه مسكين. دابا غادي نعود فيها الخدمه، وبغيت نشارك معكم هاد العمل هذا ان شاء الله. دابا غادي نصبغها كامله في الكحل، ومن بعد غادي نبدا الزواق ديالها ان شاء الله. وبقى معايا حتى نوريها لكم ان شاء الله في النهايه كيفاش غادي تولي. هي الصندوقه وجدت، ها هي هادي. انا عملت فيها دلائل الخيرات اللي حتى هي قديمه كتشوفوا، ما عرفتش شحال عندها من عام، ولكن هادي مكتوبه حتى هي كامله باليد دلائل الخيرات. وهذا حتى هو قران ديال الوالد الله يرحمه اللي كان كيقرا فيه، مكتوب حتى هو باليد. كما كتشوفوا هنا ما كان فيه لا وقفات، ما كان فيه لا ارقام، لا حتى شي حاجه. يعني قبل كانوا كيكتبوا القران بلا حتى شي حاجه، بلا وقفات، بلا ماشي فحال اليوم. هم لا يشعرون وجاءوا اباهم عشاء يبكون، قالوا يا ابانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب. سورة يوسف. صافي، نتمنى نلقاكم شي عمل آخر إن شاء الله. الحقيقة خليته هو ماشي تقطع كامل، ولكن خليته هاد كيف ما هو، كيف ما كان كيقرا فيه الوالد الله يرحمه مسكين. وهذه حتى هي ما عرفت شي هاد الورقه لقيتها حتى هي مخطوطه القديمه. وهذه هي الصندوقه وجدت. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا. إلى عمل آخر إن شاء الله يا سيدي ربي. إلى اللقاء.